أكدت مديرية الصحة والسكان لولاية تسمسيل تسجيلها لأول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا يتعلق الأمر بمغترب جزائري يبلغ من العمر 77 سنة وضع تحت الحجر الصحي إلى غاية ظهور نتائج تحليل العينات المقدمة لمعهد باستر ويتواجد المريض حاليا في حالة مستقرة ميكروفون محمد أغليش أول حالة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19 مسجلة بقطر ولاية سمسيلت يتعلق الأمر برعية جزائري يقطن بفرنسا ودخل الجزائر في رحلة يوم 27 فبراير 2020 ليقيم عند أقاربه ببلدية سمسيلت تم وضع الحالة المشكوك إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19 بالحجر الصحي مع نزع عينات وتحويلها لمعهد باستور بالجزائر العاصمة لتحليلها من أجل تأكيد أو نفي إصابة الحالة بهذا الفيروس